بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثاني لحجاج وفد اليماني الشامي من حجاجنا من بيروت في العام 1444 للهجرة. أسأل الله عز وجل أن ييسر حجنا وأن يتقبله منا وأن نعود بأفضل مما ذهبنا، آمين. إذا أردنا الحج علينا أن نعرف ما فرض علينا في الحج. الذي فرضه الله عز وجل عليك في الحج صنفان من الفرائض. الصنف الأول نسميه ركنا، والصنف الثاني نسميه واجبا. إذا لدينا أركان ولدينا واجبات. ما الفرق بين الركن والواجب؟ الأركان لا يجبر تركها بشيء، لا بد إلا وأن تأتي بها. الواجبات يجبر تركها بدم أو بأي كفارة من الكفارات التي جاء ذكرها. فهذا مطلوب منك وهذا مطلوب منك، وهذا يعني يجب عليك وهذا يجب عليك. الركن يجب والواجب يجب، ولكن الركن لا يمكن إلا أن تأتي به. الواجب لا يمكن إلا أن تأتي به، لكن إن لم تأتي به فهناك ما يكفر تقصيرك في هذا الترك. إذن هذا هو الفرق بين الركن والواجب. سادة الشافعية الله يرضى عنه ويرضى عن الجميع كل الأئمة، فقط التفريق بين الركن والواجب موجود عندهم في الحج، في غير الحج لا يوجد تفريق بين الركن وبين الواجب. فما هي أركان الحج؟ سنسردها الآن سردا، ثم سنعطي لكل ركن من هذه الأركان يعني لقاء خاص، يعني حتى الأفكار تكون هيك واضحة وواصلة إليكم بشكل جيد بإذن الله. أول ركن من أركان الحج الإحرام. إذا تحدثنا عن الإحرام فنحن لا نتحدث عن لباس الإحرام. إذا تحدثنا عن الإحرام في الأركان نحن نتحدث عن نية الدخول في الإحرام التي تحدثنا عنها في المحاضرة الأولى، وهي إما أن تدخل مفردا يعني حاجا يعني بالحج، أو أن تدخل متمتعا يعني بالعمرة، ثم في الثامن من ذي الحجة تنوي الحج، وإما أن تجمع تقرن بين الحج والعمرة فتدخل قارنا. هذه هي هذا هو المراد بكلمة الإحرام، وهو الركن الأول. الركن الثاني الوقوف بعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، سنأتي على تفصيلاتها أيضا إن شاء الله تعالى. الحج عرفة. الركن الثالث طواف الإفاضة. الطواف عندي أيضا سأشرحه، لكن عندي أكثر من طواف. طواف الإفاضة يأتي بعد الوقوف بعرفة، والذي يكون بعد الوقوف بعرفة وبعد أن نذهب إلى مزدلفة وبعد أن نذهب إلى منى، أو أن نذهب من مزدلفة إلى مكة لطواف الإفاضة، سنأتي على شرح ذلك إن شاء الله. إذن الركن الأول من يذكره؟ الإحرام، ونعني به نية الدخول، ونعني به نية الدخول في النسك. الوقوف بعرفة. ثالثا طواف الإفاضة. رابعا السعي بين الصفا والمروة. السعي هو من أركان الحج عند السادة الشافعية. بعد ذلك الحلق أو التقصير، إما أن نحلق حلقا كاملا بالموس، وإما أن نقصر أو بالموسى يعني كما يقولون. الركن الخامس قال ترتيب معظم هذه الأركان، بحيث يكون الإحرام أولا، الوقوف بعرفة ثانيا، طواف الإفاضة ثالثا، السعي بين الصفا والمروة رابعا، لكن بعد ذلك الحلق. لكن ممكن أنت تطوف يعني أن تطوف ثم تحلق، وممكن أنك أنت تقدم الحلق إذا رميت جمرة العقبة عندما
ننفر من عرفات إلى مزدلفة إلى منى، نرمي جمرة العقبة ثم نحلق. ولذلك قالوا ترتيب معظم الأركان. وإذا كنت داخلا، لاحظ معي أخي الحاج، إذا كنت داخلا مفردا، وكثير من الحجاج يدخلون مفردين، إذا كنت قد دخلت إلى الحج بنية الإفراد بالحج، تطوف طواف القدوم وتسعى بين الصفا والمروة. هذا السعي ما دمت حاجنا وليس معتمرا، هذا السعي الذي تسعى به يغني عن السعي الذي يكون بعد طواف الإفاضة. لذلك قالوا ترتيب معظم الأركان. فأنت لو سعيت بعد طواف القدوم وأنت مفرد بالحج، نويت الإفراد بالحج، فيسقط عنك السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. لكن لو كنت متمتعا، يعني قد دخلت بعمرة، فالطواف طواف العمرة، والسعي سعي العمرة، والحلق حلق العمرة، ثم تتكرر هذه الأركان مرة أخرى عندما نحرم في الثامن من ذي الحجة. أسأل الله عز وجل أن أكون قدمت مادة مفيدة لكم، مختصرة موجزة. الآن في الحلقات التالية سننتقل إلى كل ركن من هذه الأركان فنشرحه على حدة.